وسط الميدان الى اسماعيل بن طيب يحاول يعدي فوسي الفني ان تختي على الترجي، وكذلك في 2016 لقب افريقي اما للترجي والنجم او للنال الراكد الى فوسي الكوليفاني بعيد عليه الكونترول، لكن ترجع الكره الى مرجابي على الترجي وكره والهجمه مقطوعه شمس الدين الدوادي، فوسي الكوليفاني يلعب كره بالراس اي ثمن نجويني الترجي. هذه المسابقه بدات عام 92 وقع تجديد نظامها وصيغه المنافسه اللي تم اختياره للمشاركه في اولمبياد ريو 2016 مع السعودي فهد المرداسي، حكام ساحه فقط من ملعب مهما كانت طاقاته البدنيه. كره من حسين كوليفالي الى حسين الربيع خيلان كوليفالي شمس الدين الثمايلا يلعب كره مع سكان خدير ريس محيط سيخدع ترجع تاع ياسين الخميسي، الخميسي مع خيلان فوسيلي كوليفالي تاع خيلان فماش مخالفه يعطي اللعب ملان كره لفوسيلي كوليفالي يعطي على كره فوسيلي يستحفظ بها يعطيها لحسين الراقي الطائره الخاصه منتصف الليل والنصف في رحله تنطلق 11 ونص نتاع الليل من مطار بجايع العسكري ساعه ابريل 2007 بدار السلام. قام الزدان مشكور زميلنا عماد الكيلاني ترجع الكرة فوسيلي كوليفالي، كوليفالي يلعب كرة قصيرة لا إلى ستويد وان ترجع لدادي أسامة الترزاني تمس لكن تو يتغير تو تتغير النتيجة وتصبح لصالح الترجي قريبا. التاريخ جو رافائيل ترجع لهيثم جويني مرة أولى مرة ثانية ما يخداش حسين الراقد باهي هذا هي الأيسر للترجي يلعب مع فوسيني كوليفالي، كوليفالي سعد بكير ضيع الكرة رجعت لأزام باهي موجود الراقد حسين الراقد متفتر فخر الدين كوليفالي فما مخالفة اعطينا مخالفة ترجع لصالح الترجي فوسيلي كوليفالي فما مخالفة فما مخالفة لصالح الترجي فما مخالفة لصالح الترجي وإن شاء الله فما هدف أول هاي إعادة فوسيلي كوليفالي يربح المخالفة يلا يا سعد جبير يلا يا سعد جبير أعطينا كرة ثابتة التعادل دون أهداف يلا يا كوليفالي حسيني كوليفالي يلعب مع حسين الربيع حسين الراقد حسين الراقد سعد بقير وان شاء الله تأهل النجم الساحلي على حساب إلمبا النيجيري فخر الدين بن يوسف مرة أخرى سعد بقير حسيني كوليفالي باهي التحضير وينو الهدف وينو الهدف محاولة لصالح الترجي فرصة كبيرة لكن كلمة حق شوفوا الإعادة فوسيلي كوليفالي إيهاب المباركي ترجع زاب تلعب بكرة طويلة قائد الفريق شرف تمس هي عزامة لا تزال تمشي من 19 قائد الفريق شوف على هدف وقت توفر مساحات قدام مهاجمين الترجي فوسيلي كوليفالي مخالفة خلي الأسبقية بسرعة اللاعبين التنزانيين يرجعوا للتغطية حيث غدوة إن شاء الله في الجيتا التونسية ترفع التحدي حسيني كوليفالي حسين الرادة بنائية السيفي ثلاثة أهداف مقابل شيء بامتياز أهل تأجر الترجي بضرب الجزاء ولمسة يد يعطي أسبقية اللعب في العمق وسيلي كوليفالي ما زالت الأوراق موجودة على بنك احتياط الدرج أوراق هجومية طبعا الهدف الثالث ضاع الهدف الثالث ديالوش في الدقيقة 71 الترجي كان قادر على إضافة هدف ثالث
كيف لا يلزم دفاع عنده خبرة كبيرة ياسر دفاع الشيخ الأندية التونسية حسين الربيع حسيني كوليبالي بس يرجع لحسين الربيع حسيني كوليبالي يلعب مع شمس الدين الزوادي شوفوا كيفاش خرج من المخالفة يرجع للزوادي حسيني كوليبالي كوليبالي ينطلق كوليبالي يلا وين الهدف الرابع التحضير العيسي هاي نتابع المخالفة من غيلان الشعلالي هيثم جويني والحارس شمس الدين الرحماني يتفادى هدف محقق للدرجة الرياضي التونسي من كرة ثابتة هدف محقق لفريق باب سويقة شوفوا التمرير من هيثم جويني حسيني كوليبالي بستوي وعاصمة شريفية كرة حاسمة حسيني حسيني كوليبالي نجم يساوي حسيني كوليبالي والكرة جريمة لمس تيم الترجي وصل لمناطق المرضية والتصويبة ادم الرجايبي التحضير ادريس محيزي حسيني كوليبالي وغيلان الجنادية التونسية والجزائرية متابع كرة الترجي حسيني كوليبالي حسيني كوليبالي يبعد على سرداب ثم ادريس محيزي ادريس محيزي رجوع سريع للاعب فريق المولدية في تفادي لزم شنبو من جانب الترجي هدم رجيبي حسيني كوليبالي حسيني كوليبالي قداش من لاعب جزائري حيث مجويني يرجعها سفيان خدير مبارك الى فوزي يايا الدفاع الجزائري تخليه يقتنص الكرات العرضية ويبحث على الفيتاس سوبيريور وعكس الهجمات وشوط أول ضربة جزاء مهدورة للترجي وزوز أهداف غيلان الشعلالي وندوي متابع الهجوم أهل الفريق ندوي حسيني سعد بكير محمد امين النفسي ثم الصالحي حسيني كوليبالي برنار بولبوا برنار بولبوا الى ادم رجيبي حسيني كوليبالي برنار بولبوا في ثالث كلاسيكو والثاني في البطوله بين النجم والترجي كره من ادريس من حسيني كوليبالي يلعب كره لطويله التدخل موجود من دفاع النجم البطان في وسط الميدان 21 سنه ياخذ مكانه لاول مره التشكيلة الأساسية للترجي هذا الموسم بعد لعب من عمار طويلة إلى عليا البريكي يعطي اللعب سعيد الكردي كوليبالي حسين الراجل الاسفاقسي كرة من محمد أمين بن عمر فوسيني كوليبالي إلى طه ياسين الخنيسي تمشي من ياسر الجلاسي كرة ياسر الجلاسي برنار بولبوا مازال الترجي في الهجوم كوليبالي التصويبة البلبولي يتصدى مجا مازال الحلقة نتاعو الثانية هذه الكرة نتاع كوليبالي تصويبة كوميد بخبرة السنوات الطويلة تجاوز مخلفات الإصابة الشاني المشاني إلى فوسيني كوليبالي كوليبالي كرة وبناء هجمة للترجي طه ياسين الخنيسي الخنيسي مع فخر الدين بن يوسف يمشي فخر الدين يهرب يح إلى حتى الآن خير مستوعب بن عمر يرجع الى اليسار الجلاسي فاسيني كوليبالي كوليبالي يعمل مراوغه مع الخنيسي الى محمد امين بن عمر كره عكسيه مقطوعه من كوليبالي الى برنار بولبوا بولبوا الى كوليبالي 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 يطلب من شمام باش يخرج شمام يعني يطول على عليا البريكي المشاني متفطن كوليبالي ياخذها فاسيني فاسيني الى ايهاب الباركي الاولى نجم في سوسه مقبل حتى هدف في الدوزيام ميتون على الترجي يدير الثوادي الخميسي قبل سيف تقع برشا ديال باش تكون اليوم في هذا الحوار بين لاعب الافريقي والمحافظ على الكره نتاعو يعطي لمسه الى فوسيني كوليبالي الدينامو والاكسجين نتاع وسط ميدان الترجي كوليبالي في فورما سلمي رجع الكره لسيف تقع في الوسط بين كوليبالي والعيادي السباقية للإيفواري كرة تعود وبهجمات مركزة من وسط الدفاع من يعقوبي مرورا بلي
فوتيني كوليباني الاول مع الترجي بهدفين مقابل صفر. خليل شمام وهي كره سيف دفاع على تدخل قوي وكره تعود فوتيني كوليباني بكير مع حسين الراكد لمسه قصيره عبد القادر الوسطي كوليباني يقطع الكره وعكس نجم الترجي من ادريس المحيرسي يمشي في التعيينات ب 10 مقابلات بعد مراد بن حمزه بيحتش ماتش كره لفوتيني كوليباني. كوليباني طه ياسين الخنيسي دربي في الميدان ودربي في المدرجات ودربي في البيوت ودربي في المقاهي. حسين الراكد احمد خليل اللي لعب الدربي الذهاب كاساسي كره تعود مدرب كرال وكره من شمس الدين الزوادي. احمد خليل يقطع الكره حسين الراكد يقول انا موجود في الوسط كفكاك. كوليباني الى ادريس البحيرسي يكمل المباراه منتصر في 5 مناسبات تعادل وزوز هزائم. الترجي في البطولة إلى حد الآن قبل فيصل في القرار النهائي للنتيجة من سيحسن التغيير عمار وإلا كرالو. كرة من فوسيني كوليباني يهرب كوليباني عاود يرجع إلى سعد بكير وحده صح واخر هدف للنادي الافريقي في الدربيات قبل دربي اليوم. كرة كرة شمس الدين الزوادي كثيرة فوسيني كوليباني 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 التمركز نتاع لاعبية النادي الافريقي بصعوبة خلاو لاعبية الترجي في اخراجها من مناطقهم الخلفية. سعد بكير فوسيني كوليباني كوليباني في طار ملك توري ولا حدية كرة لسليمان كوليباني إلى أحمد خليل يخسر خليل الكرة يسال الشلاس مراد يدخل من حسين الراكد كوليباني فوسيني الايفواري ترجع لي يسال الشلاس.